اهلا وسهلا بحضراتكم. بقى دخلنا في مرحله علاج الانيميا، كيفيه العلاج دكتور حسام؟ قبل بس العلاج استاذ محمود هقول الاعراض عشان ننبه الناس. يا ريت. الاعراض مهمه جدا. هنسال سؤال بديهي كل المتفرجين المشاهدين هيجاوبوا غلط، متاثر بالكوره متفرجين كل المشاهدين هيجاوبوا غلط. السؤال الاتي: علامه تعتمد اعراض الانيميا تعتمد على ايه؟ كله هيقول على نسبة الهيموجلوبين. التسعة اعراضه اقل من السبعة، والسبعة اعراضه اقل من الاربعة. نقول لهم لا، البتة تعتمد اعراض الانيميا على سرعة نزول الهيموجلوبين وليس الرقم. مثال: ست ولدت، قومي يا حاجة من السرير بقى بعد الولادة عشان ما يحصلش مشاكل. دكتور سيبني انا تعبانه يا دكتور. ست الحاجه: لو سمحتي قومي عشان ما يحصلش مشاكل. سيبني يا حاجه هتموتي. بقول لك ايه، قومي. لا، في بقى الفاظ ممنوع اذاعتها على الهواء. ومع ذلك تعالى يا حاجه، يا ست زينب، يا حكيمه، اعملي لها هيموجلوبين عشان نشوف هي بتدلع ولا لا. تيجي الست زينب: اتفضل يا دكتور، عشان تعرف انها دلوعه، هيموجلوبينها 11.5. بس الست على حق، لانها قبل ما تخش دول كانت 13.5، هي نزلت 2 جرام في ساعه. تبقى مش قادره تقف، حادثه عربيه، ويجي الولد لا قدر الله هيموجلوبينه 10، يقول لك مع 10 ده حلو مش وحش، ده كان 15 قبل الحادثه، ده نزل في ساعه من 15 ل 10. عشان كده تعتمد اعراض الانيميا على سرعة نزول الهيموجلوبين وليس على الرقم. الفلاح المصري هيموجلوبينه 7 وتلاقيه بيعزق في الغيط. ليه؟ لأن السبعة دي نزلت على مدى سنتين، نزل من 15 لسبعة على مدى سنتين، فترة طويلة. فالبطء في نزول الهيموجلوبين ما يديش أعراض، بينما سرعة نزول الهيموجلوبين ده خطر، خطير جدا، بس بتدي أعراض. أنا رأيي دايما إيه بقى الأعراض؟ الأعراض هنقول بس كلمة كده: لا واحدة من الأعراض تشير إلى الأنيميا، أعراض كلها تمشي مع كل حاجة. مصدع. بس تكرار العرض مصدع. يعني ما هو النهارده مصدع، بكرة بقيت كويس، بعده بعده خلاص تمام. إنما الصداع بيتكرر مصدع أسبوع ما حدش هيسأل فيه. طيب بنهج. دايخ. كلها مش سبيسيفيك. يعني أقول لحضرتك مثلا ده أتقل بقى سريعة. اشارات حاده يعني، ما عندوش اشارات حاده، اشارات يعني تشير الى شيء، كلها كلام. مع الحته دي بتوجعني. يعمل منظار. انا بدوخ لما اقف، روح اشوف ضغطك كام، اذن وسطى ومش عارف ايه حاجه. فنن اي ما فيش عرض يقول لي ده انيميا، ولكن الانيميا تشخيص معملي. الانيميا انا اتوقعه والعين نايمة. انت كطبيب تتوقعه؟ ونروح بقى المعمل. تشخيص معملي. تشخيص معملي. يعني انا مهما قلت العين على السرير بقول له انت عندك انيميا، يقول لي طب وبعدين؟ اولا عايز اعرف السبب. يعني لا يكفي ان انا اقول له انت عندك انيميا، هو شاحب وايديه كذا وايديه كذا وايديه ورجليه وكل الكلام ده، بس الـ 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 التشخيص الاساسي المعمل اللي يرد عليه. روح اعمل صوره. عشان كده يا استاذ محمود صوره الدم روتينيه. صوره الدكتور الدم بيتكلم روتينيه يعني ايه؟ يعني ما تغيبش عنك كتير، يعني كل اي عيان هطلبها له. ولو عيان قلب، مش عيان، عيان قلب، لا عيان مش عيان، ركبه بتوجع، يعني بعيد كل البعد عن انيميا، اطلب له صوره دم. جايز يطلع من الصوره بيبان على طول. يطلع واطي وانا مش واخد بالي. فصورة الدم روتينية، الأعراض ما فيش حاجة تقول ده أنيميا، مشتركة مع مليون مرض تاني. الأعراض تعتمد على سرعة نزول الهيموجلوبين وليس على رقم الهيموجلوبين نفسه. الست اللي عندها الدورة 7-8 أيام هيموجلوبينها بتجيلنا 7 جرام، ما عندهاش أعراض، ما عندهاش أعراض، ما بتشكيش، لأنها نزلت على مدى طويل جدا، ما حسيتش تدريجي. نيجي بقى للمعمل، هو اللي يرد عليا. المعمل هيقول لي الهيموجلوبين كام، الخلايا البيضاء كام، يا ترى ده المصنع اللي بايظ ولا ناقص حديد. طيب هو الحديد بيتقاس. تمام.
اخطاء شائعه في الاكل. في الاكل تؤدي الى الاصابه بالانيميا. تشرب شاي بعد الاكل. تمام. ده ما فيش واحد بقى لما يشرب لازمك ما فيش شاي بعد الاكل خالص خالص، لانه بيمنع شويه الحديد اللي ناويين يخشوا الشاي بيمنعهم. تمام. ادي اول يعني واحد سالني سؤال مره، قال لي طب لو انا نورمال، لو انا انسان طبيعي اشرب شاي بعد الاكل، قلت له هتبقى مش طبيعي بعد شويه، يعني انت دلوقتي طبيعي بس بعد شويه هتيجي لان انت جسمك محتاج لكميه الحديد دي، الزياده بينزلها الجسم. اخطاء شائعة جدا الاعتقاد ان السبانخ والخضروات دي مليانة حديد وتحل المشكلة اطلاقا. الحديد نوعين، نوع فرك وفرس، دول نوعين حديد. الفرك لا يمتص، لما يخش المعدة بيتحول للفرس اللي هو يمتص، المعدة قدرته على تحويله ضعيفة جدا، فلازم كل واحد يرعى الحديد. على فكرة احنا بنقول نوع من انواع الانيميا هو الحديد، بس يعني مفيش ضرر من الاكل ده؟ لا خالص، لا ياكل لا حاشا الله. طب ايه اللي الواحد الانسان المفروض ان هو ياكله بانتظام؟ يعني في السن الصغير البروتين الحيواني. في السن الصغير بس كل ما تكبر تبعد عن اللحمه دي، يعني حاجه معروفه. سننا احنا 25 سنه ده طبعا ده بناكل كل حاجه بس السن الصغير ياكل لحوم عشان الحديد. كويس. انا قلت الحديد ملوش امتصاص، وانا بضحك على الجسم، اللحمه فيها حديد وهي بتمتصها، فانا ضحكت عليه. اديته حاجه جوه حاجه زي الدم، بس الدم حرام. انما الدم مليان حديد. فلو امتص، اسكندريه بياخدوا دم الرتسه الزحلفه ده من زمان للولاد اللي عندهم انيميا. بس احنا كنا بننبههم انه ضرره اكثر 1000 مره من الفايده اللي خدها من الحديد من الدم.